هذا سائل يقول: هل المقصود بالعزائم التي هي موجودة عند العطارين وبعض الرقاة اليوم؟ والله ما أدري عنها، ما أعرفها، أنا ما أعرفها ولا أعرف من كتبها. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، وهي الورق المكتوب عليها بزعفران؟ معروف المكتوب بالزعفران أو بالحبر أو، لكن أنا ما أعرفها ولا أعرف من كتبها. نعم. حتى ما تقرأ أيضا، ما يخلونها تقرأ، يشخمطونها ويدخلون بعضها ببعض، ما يخلونها واضحة تقرأ. نعم.